بيل جيتس وارن بافيت وإيلون ماسك بتجمعهم صفات كتير، منها إنهم أغنى أغنياء العالم، ومنها إنهم شديدي الذكاء، والصفة الثالثة إيمانهم بأهمية الرياضة الذهنية بجانب الرياضة البدنية. بيل جيتس وارن بافيت من أشهر لاعبي رياضة البريدج، وهي لعبة كوتشينة من مميزاتها إنها بتقوي الذكاء والذاكرة وبتقي من مرض الزهايمر. تعالوا نتعرف على الرياضة دي أكتر في حفل توزيع جوائز بطولة اسكندرية للبريدج في نادي سبورتينج. عندنا في مصر هنا يعني أعداد كبيرة بتلعب، نتمنى ان احنا نساعد في انتشار اللعبه قدام. في عندنا حوالي 500-600 لاعب دلوقتي، ونحاول طبعا الاعداد كانت اكتر من كده بكتير. جمهوريه مصر العربيه من الدول المتقدمه في لعبه البريدج، وهي احد الالعاب الذهنيه. يقام دائما سنويا مهرجان القاهره، بالاضافه الى مهرجانات اخرى منها مهرجان الاسكندريه، مهرجان الجونه. مهرجان الاسكندريه هذا العام تم في نادي سبورتينج، نادي عريق وبإمكانيات عالية جدا، يعني تنظيميا كان منظم جدا، الناس كلها كانت ضيافة وفنيا كمان على أعلى مستوى، والجوائز كمان بتاعت البطولة هي أكبر جوائز بطولة في أفريقيا والشرق الأوسط. أتمنى يصير عندنا أكاديمي زي اللي شفناها كده، الشباب الحلوين متعلمين ويتعلموا هذه اللعبة اللي هي it's not an easy game بس it's a game very intellectual، ذهنية تحتاج ذكاء وتفضل معاك للعمر. مصر ليها تاريخ طويل في لعبة البريدج، وليها أبطال عالميين أشهرهم هو الفنان العالمي عمر الشريف. وفي البطولة دي بطل المسابقة للفردي هو بطل مصري وعالمي أيضا، وهو وليد الأحمدي. وللملاحظة فريق الهلال الحاصل على البطولة هو فريق مصري سعودي، لأن اللعبة دي بتقوي التفكير التحليلي والاستراتيجية، وفي نفس الوقت على عكس الشطرنج فهي مكونة من 4 لاعبين. فإذا كنت بتدور على لعبة تنمي قدرات وذكاء أولادك، فكر في البريدج. أنا دينا أبو الفضل الجندي، وهي دي الحكاية مع عمرو أديب، MBC مصر.